رجعنا وياكم من جديد. اليوم الونسة فول هنا أنا. تفقيسات خير من الله ما شاء الله. قبل لا نبدي طبعا باعوا مني الخضيري اخوان، والله العظيم كلكم اشوف تعليقاتكم وكلكم تردون خضيري، بس اخوان يعني اقول له يا ابن عمي عندك للبيع؟ يقول لي ما عندي. اجي له يقول لي والله بعتني الصاحبي. فيا اخوان يعني انا شبيدي عليكم، يعني شبيدي الله شاهد، ما يعني لو طيوري جاء تدللون وانتم قاعد تشوفون الفقاسه مالتي شنو يوضحها. فيلا الحمد لله على كل حال، بس شوية طولنا مجال ان شاء الله نحاول نكاثرهن، وهذا المسبح نذبهن خليهن يسبحن. يلا 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 خاف ذيك المرة ما نزلت تنعدل. يلا نزرات هنا مو مثل مالاتي، لان هم ما يجون يمهن هنا ويقعدون، يعني عكس انه احنا لو الحجية تظل قاعدة دائما يمهن لو ها اشوفه. لا والله مسبح غميش زين، الطيور ما اخذ راحتها بي. نزل نزل نزل، بس هم مقصصين جناحات، نشوفوا جناح مقصوص. فهسه شنو عندهم؟ عندهم اربع انثايه وفي حله اثنين، اللي هو هذا واحد وهذا الثاني، عرفت شلون؟ فهسه نجي نشوفكم الافراخ والقعايد اللي انتم كلكم تنتظرونها. تعالوا تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي هنا يم هاي الدجاجة، طبعا لا ماي ولا اكل، لا ماي ولا اكل عكل. ما شاء الله شوفوا الافراخ شلون كبرانة، شوفوا شوفوا ما شاء الله شلون الافراخ كبرانة. هاي الافراخ الدجاجة اللي قلت لكم طبق، هاي امهن القديمة شوفوها، هاي امهن راح التكريك من عندها، يعني خلص قطعة التكريك، وحاليا اتوقع انه جاي يقفزها الديج حسب ما يقولون. هنا عندنا تفقيس جديد اللي صورته لكم وقلت لكم يابا هنا شو اسمه ما شاء الله ما شاء الله، خضيري خضيري مفقس ما شاء الله ما شاء الله، تعال تعال ما شاء الله. شوفوا شوفوا الخضيري، شوفوا شلون يصير اول ما يفقس هذا الخضير، شوفوا شوفوا بس طينا مجال على كيفك، ماكو بيضة ثانية منقرة او فشي، ماكو يعني بس هذا الفرخ. خلينا اخذ له صورة مصغرة، ها باوع النهيش باوع، هذا هو الفرق مال الخضيري شوفوه ما شاء الله. طبعا ما ينعرف انه نثي او فحل هسه لما يكبر يكبر كلش اخواني، الله ينعرف نثي لو فحل. قاعد يسبح ذاك الفحل شوفوه شوفوه ذاك الفحل ظل يسبح. يلا نسد الباب ونرجع ان شاء الله بالفيديو الجاي، راح ارجع واصوره لكم ونشوف شنو اللي مفقس بعد واللي ما مفقس. نيجي هنا هاي شنو وضعها؟ والله بعدها جواها بيض، شوفوا بعد البيض جواها بعدها ما مفقسه، بس ايضا على باب تفقيس نفس الشيء على باب تفقيس. وهاي شنو وضعها؟ ما شاء الله ما شاء الله فقست. ذكرتوها لو ما ذكرتوها؟ ذكرتوها؟ هاي الدجاجة اللي كان جواها بيض خضيري والنوبة ذبوا البيض الخضيري لان طلع كله فاسد وخلوا جواها مرة ثانية بيض مال الدجاج، ما شاء الله مفقسه. بس وقفوا وقفوا خلينا نشوف افراخش، ما شاء الله اخوان هاي ايش قد حنينة، يعني من ارقى الدجاج اللي كان عندي هي هاي، بحيث انا اشتريت بيض مال البراهمة اللي البراهمة اللي كان عندي فقستهن جوا هاي. بس ما اسولف لكم عمرها ايش قد، يعني اتوقع 5 سنوات، يعني بس عندي انا بقت سنتين زين، عد اهلها ما ادري ايش قد باقيه، وهسه هنا صايلها والله ما ادري ايش قد عمر، راح تعمر هاي هاي راح تعمر. خلينا نجي نشوفكم شكو عندنا. ها شلون ننسى هذا شلون كبران ما شاء الله، شوفوا هذا بش عراق اخوان، هذا اللي موجود بالسوق هسه حاليا قاعد ينباع الزوج ب 5000، شوفوا هاي السمانات هنا
بعت النفسين بعت النفسين، خلينا نشوفكم اذا اكو بيض او ماكو. هاي شنو كاركم بيضة؟ اخ اخ هاي اوي اوي هاي كاركة، شوفوها. ادري بيكم قاعد اسمعكم، قاعد اسمعكم تقولون اخذها فرات وكرك، ما يطونها ما يطونها، لانه هم عندهم بيض ويردون يكركونه، عرفت شلون؟ هم عندهم بيض، هم قاعد يدورون اصلا. فشين عندنا بيض هنا؟ ماكو شيء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هاي اربع بيضات مال خضيري، شوفوهن. هاي اربعة مال خضيري وهاي مال دجاج، شوفوا هاي هنا ما شاء الله ما شاء الله. هذا بيض مال دجاج مو؟ اي اي هذا بيض مال دجاج، شوفوا ما شاء الله. هنا شكو، هنا جوا ماكو، بس فوق ما شاء الله مبيضات. فهسه بعد ما عندنا شيء، شفتوا انه ما شاء الله خوش عندهم تفقيس وخوش عندهم بيض. شوفوا شوفوا هاي 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 تهجين ما بين دجاج عرب ودجاج المصلحة الأحمر، تدرون كركة عندهم هاي؟ شوفوا هاي تهجين ما بين دجاج العرب والدجاج المصلحة اللي أحمر اللي هماني يسمونه. يلا بعد ما وياكم. طبعا عندنا مجموعة أخبار لكم جديدة، وهي الذكورة مال الوز انباعا الحمد لله والشكر. طبعا انباعا، بخليت بس هذا الكبير ابو لغد، وهذا النثايه اللي هي هاي الملح الكوبرا، وذيك النثيه التشينيه. الفسيفس حاليا بعت المام بيضات. بالنسبه للطيور ما شاء الله الف الحمد لله والشكر، كلها جاي تبيض. بالنسبه للخضيري جاي بيض هنا بالخانات اللي سويناها، الخضيري جاي بيض خصوصا بهاي الخانه، لقيت اثنين، والحجيه هم جاي تلقى. البطريق ما شاء الله كل ثلاثة، يمكن ثلاثة اكون ثاني جاي بيضة. الدجاج ايضا كذلك. بقى عندنا الفسيفس وبقى عندنا الوزاك، لحد الان ما مبيضات. تعالوا نشوفكم هاي سنفورة، طبعا انا كلش قاطع عنها انه ما اصور لكم اياها. بدت تذب الريش الشذبي وتطلع هذا الريش مالها الاصلي، بس على الاكثر اخوان فحل. اي والله على الاكثر فحل يطلع، عرفت شلون؟ يعني ما ادري. على العموم هسه انا توني اعطيتهم وجبتهم، وهذول الدجاجات هنا هم دخلتهم وطيتهم رافع مناعه. قال البيطري كل اسبوع، يعني مرتين، انا كل اسبوع راح اسوي لهم مره، لان الطيور الحمد لله والشكر صحتهم زينه. وان شاء الله اذا احاول اذا رحت له، ولو انا ما ارد اعود الطيور على الفيتامينات وهاي السوالف. تعالوا نشوفكم هنا فقس فرخ ثاني مال سمان اللي هو هذا، شوفوا ابيض صافي، شوفوا ابيض كلش توني نقلته. هذا المعوق، هذا اي هذا المعوق، شوفوا يعني صار زين الحمد لله والشكر، كل الزين يشرب ماي. وهاي بس ما شفته ياكل لحد الان، ما شفته ياكل. عندي هذا التهجين، خل اشوفكم اياه. التهجين لقيته ضروق لازق بالمخرج ماله خطيه، فحسيته شلون التعبان، عرفت شلون؟ هذا هو، فشلت الضروق وهسه ما اعرف. ذبيت لهم وجبته وهم كلوها كلها، راح اخلي لهم بطاسه على مود يظل الاكل هنا دائما يمهم ويشبعون، بس مو بكثره راح اعطيهم. حاره والله هواي حاره. زين هذا وخليه. يلا هنا ما عندنا شيء، هاي الافراخ مال الدجاج دائما تقولوا لي ما تصور هاي. على اكثر اثنيناتهم دجاجات هذن، هذا على الاكثر برصاصي يطلع، وهاي الثانيه شوفوا. وعندنا لانه انا صاير لي كلش هواي ما مشوفكم البيض اللي عندنا، عرفت شلون؟ هذا قاعد بيضا السمانات، حتى البيض مالها هنا أنا ما جاي اجيبه، عايفه يعني، عرفت شلون؟ هسه توني جبت هاي البيضه، هاي مال شيني، هاي مال دجاج، اي مال دجاج، حتى مصفحه طاق عليها عبوه شينها. على العموم والديش وضعه توب. بالنسبه للديش ها المسبح قاعد ترسه، غسلته مرتين، غسلته وسبحان بي، ونوب ذبيت الماء، ونوب رديت ترسته من جديد، فالحمد لله. بقى هذا شنو قلنا احنا عندنا؟ بقى عندنا بس الفسيفسات ما بيضان، والوزات، الوزات هم بعدهن ما بيضات. هسه بقى هذا الفحل مالهن، وهاي نثيه، على اكثر انه هاي نثيه وهاي النثيه الثانيه، متاكدين منها 100%. تعالوا نشوفكم البيض اللي عندنا، هذا البيض اللي موجود عندنا، شوفوه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. هاي مال بطريق،
يعني ما شاء الله البطريق كلش هواي جاي بيض من عنده. هاي عندنا هنا مال بطريق، يعني نعمه نعمه ما شاء الله عندنا بيض بطريق. بس للاسف اخوان بالفقاسه، يعني شوف هاي كميه البيض ايش قد عندي. تقريبا بيهم بال 60 هيك 60 بيضه، بس للاسف انه ما راح اخليه بالفقاسه لحد ما اضبطها، لان شلون صديقي اللي هو نوري طلب من عندي بيض مال خضيري، فانا قلت هي هاي اجت عدله خلي اطيه، فاعطيته 5 بيضات مال خضير. قلت انا منها نشيك الوضع، لانه ما عندي دجاجه كاركه حتى نكرك البيض، نشيك الوضع نشوف هل الفحل مالي مال الخضيري ما يشد او طريقه الخزن مالتي مو صحيحه. اذا انا شلت 5 بيضات طيت هي، فهسه تقريبا صاير له 10 ايام، اي تقريبا 10 ايام. فقلت له يابا نوري بالله فحص البيض، فحص البيض هسه، يعني هسه انا اسولف لكم اليوم قبل ساعه خابرته، قلت له يابا فحص البيض، فحص البيض اخوان 5 هن البيضات مال الخضيري بهن افراخ. اذا السبب وين؟ السبب بالفقاسه. ف بعدها انا ظليت يعني بشك منه ومنه، ناس تقول البلايود مو مضبوط، ناس على العموم انا اقول الحراره الموجوده بالفقاسه عاليه. راح تقولوا لي شلون فرات شلون عرفت؟ زين ليش البيض مال المصري النسبه مال الشت تطلع عندنا اكثر؟ يعني هسه احنا تذكرون ايش قد خلينا؟ خلينا 11 اللي شدن مال المصري، شدن 7 مو؟ اي 7 شدن عندنا. البيض مال الفسيفس من خليتين اثنينهم لحد الان ما شاء الله شادات. اذا شنو يعني البيض الكبار اللي يريد درجه حراره شويه اعلى راح يتحمل ويشد بالش اسمه بالفقاسه، اما البيض مال الخضيري مال الدجاج ما راح يتحمل. راح تقولوا لي زين فرات شلون هذا الدجاج طلع عندك؟ هذا اخوان يعني شلون تصير مرات مثلا نقول بالصدفه انه يصير يطلع. فعلى العموم احنا شنو اللي خسرانينه اصلا؟ شو اسمه؟ ننزل درجة الحرارة مالتها، بعدها نشيك وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله شد، لانه والله حرامات هذا البيض اخوان. شوفوا ايش قد غير اللي ذبيناه، يعني غير اللي ذبيناه ذيك الوجبة خلينا 50 19. وها ما قلت لكم مو بقن 5 فحصتهن قبل 3 ايام، الخمسة كلهن فازات وهمينا ذبيتهن، وصفن من 19 بيضة مال خضيري بيضة واحدة فقط اللي هي شادة وبيها جنين. خسارة لو مو خسارة اخوان، الله شاهد خسارة والله العظيم. شايفين ايش قد يجوني ولد يتوسلون بس يردون بيض مال خضيري، وبيش ما كان الله شاهد يشترون، لانه خضيري يعني اكثر الناس تبيع بيض ما هو مال خضيري، فما ابيع لانه اقول عندي فقاسة ونفقس افراخه افضل ونبيع على الولد. بس للاسف يعني الحمد لله على كل حال شنو نريد نسوي؟ ان شاء الله احاول احل مشكلتها، يعني هي مشكلتها بسيطه ان شاء الله. وان شاء الله تفقس الله باللوح. رجعت وياكم، عندنا اخبار مو حلوه واتوقع راح تتبعها بعد اخبار مو حلوه، اللي هي عندنا الفرخ التهجين قعدت لقيته ميت للاسف. لا مو التهجين، العفو المعوق. زائدا عندي هذا التهجين شوفوا، يعني احسه راخي. شوف بس وياك، لا انا شنو راح اسوي اخوان؟ شوفوا راح اطلع رد 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 راح اسوي لهن نفس هذن، اسوي لهن ناقع يعني بالماي حتى ياكل، لانه هذا احسه خشن. ف اي والله احسه خشن، هذا ما جاي ياكل بي. شوفوا تعبان كلش هالبلاء، عينه مسدود مسدوده هاي عينه، نشوف عينك والله. لا مفتوحه هاي، هم مفتوحه. وقف هنا اشرب لك مي. اي اي ها ها اشرب 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 اشرب. ذاك الثاني طبعا، هذا الثاني يطيحون ذولي. يلا خل نسده، روح 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 روح. هاي السمان ابيض كلش صافيه، وهاي ام السنافير، وهاي اللي قلت لكم معوشه اعطيتها من هذا العلاج اللي قلت لكم عليه رافع مناعه، بس لا تستخدمونه، لا تجيبون انتم ما يحتاج. انا لين عندي قطيع، او تريد تجيبونه بكيفكم، هذا انا مصوره لكم سابقا، يعني اذا تردون تجيبونه بكيفكم اطلع واصوره لكم واقول لكم يابا هذا وجيبوا من عنده بكيفكم، يعني اللي يريد يجيب تعالوا. طبعا انا ما جبت بيض امس، هنا الخضيري قام يبيض الخضيري، عرفت شلون؟ هاي هنا لازم وش مسويات، بس هي الشغله تحتاج بيبان، هناك تسبح هذيك الخضيريه. تعالوا انا منا اشوف البيض، شوفوا منا من فوق بالله اكو
يمكن اكو دجاجة نايمة. والله ما اعرف الحجية يمكن جايبة البيض لانهم ماكو ولا بيضة، فاتوقع انه الحجية جايبة بيض. لا تتفاجئون من الستوتة، راح تروح للهور طالعة شوفوا هي وغراثها. خلنا اراويكم تجهيزات اخوي على السريع. شوف هاي هنا، هاي يسمونها النوجة اللي هي يتغطى بيها مثل الورق. هاي هنا السفري اللي هو يصير مثل البطانية ويدخل ويقبقه عليه. هذا كله اللي شفتوه بالفيديو مال الصيد كله لعاب بلاستيك. شوفوا كله لعاب بلاستيك، هذا هم لعاب بلاستيك، شوفوا على شكل فلين. هاي هنا امتعه وترتيباته. ان شاء الله نطلع لكم طلعة خاصة مال هور ونبات بالهور ونصور لكم اجواء الهور بالليل والطير اللي راح يجي، وايضا ان شاء الله نطلع لكم طلعة بالنهار. يلا بعد هاي شنو؟ ها حقا ما قلت لكم الارانب اجى صاحبهن، لانه قلت لكم انه هن مو الي اصلا يعني لاخوي، فاجى صاحبهن واخذهن بعد احسن، افتكينا من عدهن لانه يظلن يحفرن وتاذن هنا عدنا، يعني صار لهن شقد وما فرخن وكل ساعه بمكان والجريديه ما خلتهن، فعاد خلي يروحن هناك وياكم. طبعا كثير من الاخوه دائما يقولوا لي فرات يابا ازرع المكان ثيل. اخوان ما اقدر ازرع ثيل، ما اقدر، مو هنا حركة الستوتة يعني تطلع والطوب. ثاني شيء انا عندي طيور 100% راح ياكلن اصلا. هي هاي المكان هاي تشوفونه، يعني انا اصلا قبل لا كنت اربي بيه طيور، هاي كانت مزرعة هنا احنا كلها زارعينها، وكان اكو شجر وكان اكو يعني هاي الخضرة وهاي كلها كانت مزروعة هنا، يعني ما كنت مخلي اصلا بيها طيور. ف يعني هسه ما اسولف لكم انه يومي انا جاي انظف. شوفوا يعني هاي انا امس منظف، شوفوا شوفوا يعني ما يفيد. هو انت ما دام عندك طيور هواي، انا اخوك والله نقرتها نقره، ما يفيد يعني قد ما انظف ما يفيد، واذا انصبت راح يصير هنا ريحه وراح الطيور تتمرض بالزايد، فالصبابه ايضا ما تفيد. فاحنا نحاول انه نرتب شويه شويه بالمنظر اللي يطلع وياكم. احنا اهم شيء مو مشكله الجماليه، احنا اهم شيء نعلمكم الشغلات اللي ممكن تستفادون من عندها. هسه شنو الجماعه راح اسوي لهم اكل لانه شكلهم جوعانين. انتم طلعوا، انتم طلعوا طلعتوا، انت تعي طبي، لا انتم طلعوا، انتم طلعوا، اي الجماعه نسوي لهم اكل. ظلوا ظلوا خلنا اسوي لكم اكل، اسوي لكم اكل وجه. هذا النخال شويه نخال اخذ، شوفوا هيك هالقد، هذا كلش كافي. نوبه خلي فوقه بروتين، هذا البروتين اذا كان عندك حنطه، كان عندك شيء اي شيء عادي. هذا البروتين، انا هذا الحنطه ذيك جوا، حط لهم حنطه، خلينا نحط لهم حنطه. هاي الحنطه، هاي صار. يعني هي افضل شيء هو البروتين، منتهين من هاي القضيه يعني. تعالوا خلي عليه ماي بس على مود ينقع، هيك هم ماي كلش كافي، هيك ماي كلش كافي، لانه احنا اكثر شيء على مود سنفوره. خلينا نعطيكم، تعالوا شوفوا. طبعا هذا مشكله بي، هذا مشكله، هذا شوفوا اللي نظفنا رجله، شوفوا رجليه كل شيء ما بيهن، واثنين يحركين بس هو يعرج، اتوقع وحده بيهن خلع. شوفوا بدا يصبغ جسمها، شوفوا بدا يصبغ يعني يطلع الريش، وهذا الريش يطيح. لحد الان ما اطلعها، ليش؟ لانه كل ما اطلعها الوزات يركضن وراها وهي تظل تشرد، ويعني شلون نقرن بها، فتريد ترجع، بس تريد ترجع هنا، فلذلك انا ما جاي اطلعها. يعني شنو وضعها الدجاجه؟ لا زينه ما شاء الله، زينه زينه ما شاء الله. يلا خلي ياكلون. انا اقول نسوي الذنيشه، نسوي لها ذنيش، تقولون؟ بالله خلينا نجرب، خلينا نسوي لهم، لازم نعودهم احنا. تعالوا خلينا نسوي، سووا بهاي الطاسة ولو شوية عالية هي، بالله خلينا نسوي. تعال نفس النظام، نخال شوية، you
صار جيد تقريبا هيجي. نجرب، هاي اول مرة اعطيهم من هذا، بلكي يعني نشوف ياكلون. لا اول ما اكل التهجين، بس شغلة جديدة يعني شلون ما بس واحد راح ياكل راح يعلم البقية كلهم. يلا جربوا، والله جربوا. اي لا ارفع راسك شوي، ارفع راسك. يلا المصرية. اي اكلوا جربته حلو. اي والله هذا طعمه حلو. نم نم نم، هذا حلو هذا. نم 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 نم. هذا وين راح؟ تعال تعال اكل اكل هذا. اي والله هذا والله حرامات، انه حرامات يموت يعني. ما صدقنا انه بس يطلع عندنا تهجين، ما ادري يعني ما احس انه يطول هذا. اخوان ما يطول، وضعيته تعبانه. ما ادري والله يا معود. تعال اكل اكل اكل. اي 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 جيد 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 جيد. هو عوزه بس ياكل، لا يحتاج صحن انصى، عرفت شلون؟ خلينا نحاول صحن انصى. بالله تعالوا بكت الصحن مال الحجية، لا حد يكتب بالتعليقات حجية فرات باقي الصحن مالك، معناته هاي كتاكيت نلقاهم بالشارع. يتكضل وذبهن. ها اها يعني شوية صحن انصى. ها اها وخلي نخليه لهم هنا، بس هو يحتاج له بعد ماي، احسه شوية ضخيم. نخلي له من هذا الطور، وهذا الطور روح نترسه. يلا يلا، على الاغلب انهم راح ياكلون، واذا اكلوا راح ارجع واصور لكم اياهم واقول لكم يابا اكلوا. طبعا هذا دجاجات على اكثر اثنيناتهن. لك عوش، سمعنا اللخ. يلا يلا. اي ما بي فايده. يلا بعد ما عدنا شي هنا، خلني اسد التصوير والتهي بالتنظيف، خلني ننظف لهن. يعني وياكم هنا يم الحمام. اول ما صعدت طاروا الجماعه، جي سمعوا بالبيعه، سمعوا بالبيعه مالتهم، لان راح ينباعون نفتك منعتهم حتى نجيبهم مكانهم. يعني لحد الان بعدني ما صافي، هاي المخاليف هنا صاعده فوق، يعني على اكثر راح تبدي منها ستتعلم تحط فوق البيت. اخ وتاليها وتاليها وياهن وتاليها. يلا على كل اقترحوا ولد هواي، قالوا يابا ولد قالوا يابا فراج جيب لنا تور او حمر. الصراحة والله حمر انا اقول، شنو رأيكم؟ يعني واكيد راح نتطور شوية شوية بالمستقبل، نجيب مثلا برج حمر، برج تور، برج هيك وهيك، عرفت شلون؟ نسوي لكم ابراج تونسون عليها، بس هسه كبداية نسوي برج مال حمر. خوش، وما اعرف بلكي احصل لي كم احمر نجيبهن هنا نطيرهن نتونس بيهن. بعد ما يفيدون، بعد ما يفيدون اخوان. ها شوفوا ردوا وحطوا. يعني لا حد يقول انا مو ما اعرف الحمام، ترى انا اجني حمام قبل لا اجني دجاج، وقبل لا هاي وعندي خبره بيهن ما صايره، بس انا يعني الواهس انكسر، عرفت شلون؟ يعني الواهس انكسر بعد ما عندي واهس بالحمام. ف تعالن ولشت تعالن. ذاك طير غريب والله زاجل، شفتوه؟ اقرب لكم ذاك. يلا على العموم، فانا يعني واهس انكسر، لانه هذا البيت قلت لكم من بنى هنا، اصلا كان اخوي هنا، هاي الاقفاص شوفوا داكها منا اللي هناك، كلها اقفاص ويربي بيها اللوت، الحمام اللوت، وكانت هنا تجي ناس من محافظات، ويعني ونسه فول. بس قلت لكم يعني هذا البيت انبنى وخرب كل شيء، فتحتاج الطيور تعب حتى انه تتعلم على محطاط على فشو. انا هسه لا عندي محطاط لا عندي شيء، فهاي الطيور اذا ظلت معناتها راح
اكو وياها طير غريب. لا 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 ماكو طير غريب. فهاي الطيور اذا ظلت راح تنعاد نفس السالفه اللي هي الطيور ترد تحط هنا. فاحنا شو نسوي؟ هاي الوجبه كلها نلغيها، القفص نفلشه، نجيب لنا خشبات، ندقدق لنا قفص جديد، ونجيب لنا وجبه مال حمر، ونحاول نجيب لنا وجبه مال تور او بصاروه اللي هي بصراويات حتى نتونس عليهن. يلا هاي هل جو خلينا نعطيهم وجبه كامله حتى ياكلون. يلا نخلي بس هاي الحمراء، هاي الحمراء اخليها على موشيني نفرخ من عتها، لانه حمراء حلوه كلش حلوه ما شاء الله، ولا بيها دقه بيضه ما عدا ريشه واحده بالمية. رجعت وياكم ونختم هنا يم الفقاسه. فنفتح الفقاسه بسم الله الرحمن الرحيم حتى نشوفكم البيض اللي بقى. هاي مال البطريق وهاي مال الخضيري اللي يعني فقط هي بقت من 19 بيضه. هاي البيضتين مال السيرش بعدني ما فحص يعني صار لي فتره. عندنا هنا هذا البيض مال المصري على باب تفقيس. وين هي القائمه؟ هي قائمه، هي هاي قائمه رقم 2. عندنا شقد 22 يوم صاير، 32 يوم صاير لك هذا البيض. وهذا البيض مال الدجاج اللي هو القائمه رقم 3. هاي شنو؟ هاي شنو؟ عبرنا 22 ولسه ما مفقس. هاي شنو؟ يلا على العموم افحصهن بعد ما نخلص الفيديو، راح افحصهن وبعدين اعود ارد لكم خبر. هواي ولد طرحوا علي قالوا يا بفرات خلي وصله قماش جوا على مود الفرخ لا يظل يتزلق، ومن المحتمل انه يصيبه العوق او الكساح. فهسه انا هم جبت وصله وعلى حكيكم راح نفرشها. بس انا يا اخوان احتمال ابيع هاي الوجبه مال البيض اللي موجوده عندي، لانه بدون فائده واذا بطت هم مو خوش. فوالله ما ادري، محتار. اخوان يعني تشوفون شو تشوفون يعني، والله جريمه يعني. شنو اخلي بيها 50 بيضه 19 جدا، وانه شو اسمه الخضيره بقت وحده، يعني شنو بشرفكم تفقيس هذا؟ يعني والله يكسر الواهس. بس يلا على كل حال الحمد لله والشكر، يعني اكو فد شيء بدي بيدي وما اسوي هو خلص. بس هاي التفقيسه اخر تفقيسه، وراح اخابر اللي سوالي اياها ان شاء الله، واحاول انزل الحراره لانه ما اعرف انا هذا المتحكم. فبس اخابر يعني انزل الحراره، شوفوا انزل الحراره درجه، عرفت شلون؟ يعني نسويها هي ايش قد 37، اسويها 36 خوش، او اسويها مثلا 35 واجرب يعني لمده مثلا 10 ايام. البيض اذا شد معناتها اخوان عندنا صوج من الحراره، والبيض اذا ما شد معناتها عندنا خلل بالفقاسه، ونحاول نعالج الخلل. عندنا هواي هنا ناس يشتغلون بالفقاسات. فعلى العموم ما نطول عليكم السالفه اللي هنا، وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا مال اليوم. يا رب ان شاء الله استمتعتوا، انتظرونا بحلقات قادمه اجمل ان شاء الله. اودعناكم.